ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان. القصة آثار تمهل في النظار، تأمل في العبار، هاي الدنيا ألوان. سمعك والبصر في ليل السحر، لك يضوي القمر، هاي الدنيا ألوان. السلام عليكم، صباح الخير على الأجاويد. أهلا وسهلا، حيا الله العزيز الغالي أبو أحمد، حياك حياك. عليكم السلام. إيه قامت العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين. يا أبو أختنا يا أبو علي، صرنا كلنا أجاويد. أكيد يا أخوك، كلنا أجاويد، ويشرفنا الناس بالطيبين من أصل الطياب. وش عندكم مفرفشين وضرب مدح من صباح الله خير؟ هذا الله يسلمك، تونا جايبين طاريك بالخير. قبل ما تدخل أبو علي بشرني بالخبر السعيد، والله يتمم لكم بالخير. أي خبر؟ أفا يا أبو أحمد، ما تبى تخبرنا عشان نستانس؟ أقصد خبر خطوبة كريمتكم. بل 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 بل، صوب انتشر الخبر، توها طالع نتيجة الفحوصات أمس، وتحدد الموعد نهاية الأسبوع. لا عزيزي أبو أحمد، الخبر ما انتشر واجد، أسف فريقنا. الله يسلمك، المعرس يصير أخو زوجتي، وهي البارحة خبرتني وطاها منا وفينا، ما بعلم أحد، بس حبينا نتحجج فيك. توني أدري إن المعرس أخو زوجتك، كان بسألك عنه. بالبركة بالبركة يا أبو أحمد، الله يطرح لهم البركة ويهنيهم، والله يبلغك في عيالهم إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله ويبارك فيكم. بس يا أبوي، أنت بس القاري من الأغراض، خل باقي الأغراض لبكرة. لا يا ولدي، لبكرة نخلص شغلنا كله في هذا المشوار، باكر وراي عمال بيجون وما أقدر أطلع من البيت، بيجون مال المفروشات ومال السجاد وبلاوي، يعني وش طلعني من البيت؟ نخلص شغلنا كله في هالمعرة خلاص. لو جاية الوالدة ويانا أسرع علينا، كحين اتصال ووصايا نتأخر أزيه. شنو؟ لو جاية ويانا أمك كان أخذنا لنا قاريين والثالث عندها. هذا مو عرس يا ولدي، باقي شوية بس نهدم البيت ونرد نبنيه من جديد. أمري يا الغالية. طيب عندك ره؟ حبيت أذكرك عن قلاصات الورق، لا تنساهم. قلاصات ورق للقهوة أخذناهم، الشاي واخدناه، العصير المطلوب الحين إن شاء الله رايحين له، باقي كم بس غرض ونكتمل القائمة. في شيء ثاني أم أحمد؟ آمري سلامتك أبو أحمد. هاد عاشر اتصال من طلعنا من البيت اتصلين أم أحمد. إيه نسيت أقول لك، جيب لنا الاسماطات بند العودة لأن اللي عندنا ما تكفي. إن شاء الله يا أم أحمد. جيب عاد لنا نوعية قوية
مو اللي بسرعة يتقصصون. تمام طالع القائمة زين ما زين، مو تنسى شيء. انت إذا تتصلين تقطعين حبل اطلاعي على القائمة. كل شيء ولا حبل اطلاعك؟ لا تحاتين، كل شيء بيوصلك للبيت برسم الخدمة. ما تقصر يا الغالي، خيرك سابق. بس ها، نوق المكسرات عدل، لا يطلع لنا خراب. إن شاء الله يا أم أحمد. يلا فامال يا أم أحمد، ما يسوى علينا يا ولدي، كل هالسامان اللي أخذناه بس علشان المواساة. عجل وش بتسوي في الزواج؟ أكيد باخذ كونتينر 100%. لا إلا الله، باقي علينا يا ولدي العصير والمكسرات. والله يا أبو أحمد أنا بعد أشوف الكل جاري غيره، حتى اللي ما عندهم يتسلفون بس علشان هالمظاهر. أنا ما أقول نقصر على روحنا وعلى عيالنا، بالعكس رب العالمين يحب يشوف نعمته على عبيده، بس لا نخلي شيء يصير عادة واللي ما يسويها ينحرج. أنا أقول اللي عنده لا يقصر، بس اللي ما عنده يمد رجوله على قد الحافة. صح لا مو صح يا أبو أحمد؟ مو صح يا أبو عادل، أنا أقول مد رجولك على أقل من الحافك علشان تحاسب لغيرك. إيه يا أبو أحمد، والله اشتقنا لقدوع الطيبين. تقعد على القدوع وتشوف الخير، تحس بالكرم والأصالة والطيبة، حتى طعم الشاكله يتغير. والله أيام حلوة. أم أحمد طيبة وعلى نياتها، الله يهديها، بس تحاسب للقيل والقال. تدري ما عدنا إلا عروستنا العاقلة، أطلب منها تقنعمها. بس يمكن بعد تفكيرها مثل أمها، لأن بناتها الأيام يحبون التميز والمظاهر. بنتي غير عن بناتها الأيام، قنوعة وتفهمني بسرعة. الله يحفظها لك يا رب، ويجعلها ذخر وفخر وترفع راسك. شوف أخذتنا السوالف ونسينا الوقت. عجل أخليك يا أبو أحمد، بروح بعد عشان أشرب أدويتي. ذكرتني بحبوب السكر، خلاص شيبني يا أبو عادل. كلم على روحك يا أبو أحمد، أنا شباب. فاطمة، أين أنت يا عزيزة أبيكي؟ أنا هنا يا أبي، أساعد أمي في جلي الصحون. بارك الله فيكي، إذا انتهيتي اجلبي لي كوبا من الماء. من عيوني يا أبا، أنا أغسل الصحن الأخير وسآتيك فورا. تفضل يا أبي، هنيئا مريئا. تفضلي بالجلوس قبالتي. ها، خلصت حصة العربي؟ وين راحت عروستنا؟ الحين ما رجعت من الجامعة. المهم نفس ما اتفقنا البارحة، أنا وانتي وعروستنا. أختي مقتنعة من كلامك وما تبى شيء. أدري، دائما مهتم في دراستها وبس. إيه، هي قالت لك الصرف واللي انت تشوفه هي موافقة عليه. الحين بتصل. ها، عندكم اجتماع سري. وعليكم السلام ورحمة الله. مستعجل يا ولد على هالكورة، خليها تبرد الشمس أول. يغاور الوالد. نهار قصير يا أبوي، ما يمدينا نلعب، بسرعة يأذن. الله وياك، تحملوا بروحكم. ألو، هلا عروستنا، هلا بنتي الغالية. الله يوفقك يا بنتي إن شاء الله، وأشوفش في أعلى المراتب إن شاء الله. بابا،
أنا أبغي ألغي سالفة البوفيهات والخرابيط، بس تعاونيني نقنع أمش لا تفهمني غلط ولا تتكدر لا تحط في خاطرها. يلا مع السلامة. ها أبو أحمد، ما تبي تتصل للمطعم؟ أنا سألت أختي عن المطعم اللي سووا البوفيه لحنا بتها، وقالت لي بطرش لي عقب شوي وبطرش لك. أما تتذكري مواسات خالتي حليمة ومواساتش؟ وش ليش بمواسات أكبر خالاتش؟ أنا مواساتي مال زمن الطيبين. حالات الزمن الطيبين الكل يحني ليه. كان الحال واحد يا بنتي، جيران، بيوتنا وقلوبنا مفتوحة على بعض. أيا ليت الزمان الطيبين يعود يوما ليخبروا بما فعل بي التكلف والفشار. إنزين يا الغالية، إيش رايش نعيد زمن الطيبين؟ وإيش تقولين؟ تبين تطنز علينا الناس ونصير علش في حلوقهم؟ الحين كل بوفيهات يا بنتي، زماننا غير زمانكم، لكل زمان عادات مختلفة. الحين اتيكيت وبرستيج وضيافة أرقى وأكشخ. ايش علينا من الناس يما؟ نسوي اللي يريحنا ويناسبنا. كيف ما علينا من الناس؟ احنا عايشين ويا من غير الناس. ها ابو احمد، اشوفك الا ساكت عن بتوك، شكل عاجبنك كلامها. يا خلف كبدي يا ام احمد، رضا الناس غاية لا تدرك. بكرة راح تطلع آلة المواساة في الفنادق والشاليهات، بعد نجاريهم. مثل ما تحاسبين لكلام الناس، بعد لازم نحاسب لكرامة الناس وظروفهم. ها الحين بان الهرج والمرج، طلعتم متفقين على الموضوع متعاونين علي، تبون تكسرون كلمتي؟ يصير تكسرين بخاطر العروس علشان كلام الناس. شلون؟ هي ما تبغيني أفرح فيها؟ قبل ما أرد على السؤال ليش، بأذكركم بموقف صار لي من فترة. اقلط اقلط يا أبو أحمد، حياك. كنت رايح أصلي في المسجد ولقيت نسيبنا ياسر، من زمان ما شفته ولا سمعت أخباره، لزم علي أني أدخل بيته. فضل يا أبو أحمد، وسامحنا على القصور. زاد فضلك، وانت شو أخبارك؟ وش علومك؟ العلوم طيبة يا أبو أحمد. أبو التلفون. ما شاء الله أبو عمار، كم ولد صار عندك؟ أنا للحين ما تزوجت، الله ييسر الأمور. سامحني يا أبو عمار، فكرتك متزوج. الله يجيب النصيب في وقته إن شاء الله. أنا شفت هالولد حسبت ولدك. قريب أوصل لـ40 وأنا عايش في هالغرفة ويا خواتي. الله يساعدكم ويكون في عونكم، الدنيا لا زالت بخير وإن شاء الله تتيسر أمورك وتشوف عيالك. الله يسمع منك يا أبو أحمد. وهذه كل السالفة، الله يكون في عونه. الحين لو واحد بيتقدم لوحدة من خواته، وإيش بيسوي هالمسكين في حياته؟ معقولة الحين في ناس عايشين بهالحال؟ إيه معقولة، ويا كثر هالحالات اللي ما حد يدري عنهم. الله يخلي الناس والجمعيات اللي تساعدهم. الله يقويهم وشد على يديهم ويكثر من أمثالهم. لو زين الكل يسهلها وتتيسر ظروف الناس اللي على قد حالها. الحين نرجع لموضوعنا، وايش قلتين يا ام احمد؟ خلها جيانا العروس الليله وتخلي عنها شويه دراسه. عروستنا فاهمه الموضوع صح، وعندها ترتيب الزواج في المرحله الثالثه والمرتبه الاولى، الحياه الزوجيه والتفاهم. منكم اثنينكم ما تنغلبون، خذ تلفونك وسجل. 6 طوايس حلوة، 6 طوايس رهش، و3 كياس كبار متاي مخلوط. هلا حبيبتي، ما يحتاج تكملين ولا تحاتين، أنا وابوش اتفقنا باللي على قلتونا كله. على البركة يا بنتي. سهلوها سهلوها يا جماعة الخير، سهلوها. وانت ويش عليك منهم حبيبي؟ تحط حالك حالهم، ما بنخلص.
رجعنا لنفس الموال. يا حبيبي يا صديقي، هذه إذا أصاب الركب الشباب بيرتاحون من التكاليف اللي ما لها معنى. هنيا لك. هلا هاني، آخر قنطراز ترجع البيت. ساعتين عن 8 ساعات علينا هالحكي، علينا على هواك. وانت لمتى بتتزوج؟ وصخته ترى. بشنو أرد عليه؟ ترى الأولاد ينبليهم تربية، وحين تم قارب 40 إذا جبت ولد ما بتقدر تربيه، صعب. صح كلامي لو مو صح؟ تأمرنا على شي؟ سلامتك، روح تزوج. عافي علي أبو أحمد، سهلوها قول وفعل. إيه دائما هالكلمة على لسانه. يا جماعة الخير، سهلوها 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 سهلوها. الله يبارك لي أبو أحمد، وإن شاء الله يكون زواج مبارك إن شاء الله. شوف لي موضوع هذا التأمين. مزامير الفرح تنشد على وتار العشق حبنا، معامير الهوى جنة هواها يسكن بدمنا، هواها يسكن بدمنا. سهلوها نار الشوق يحرقنا، خواف دموعنا تشهد على عشق المعامير، خواف دموعنا تشهد على عشق المعامير، على عشق المعامير. ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان. قصة أثار تمهل في النظار، تأمل في العبار هاي الدنيا.
الدنيا ألوان، سمعك والبصر في ليل السحر، لك يضوي القمر، هاي الدنيا ألوان.